فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونستفيد أيضا من هذا فائدة تدل على القاعدة الأصولية: الأصل براءة الذمة ما لم يأتي دليل. وهذا ما يسمى طبعا عند الفقهاء يقولون الأصل براءة الذمة، الأصل براءة ذمة المكلف من الحكم الشرعي سواء كان واجبا أو محرما. وأما بالنسبة عند الأصوليين فعندهم الاستصحابات ثلاثة، يعبرون عن هذا بقولهم: استصحاب العدم الأصلي. استصحاب العدم الأصلي، ما هو العدم الأصلي؟ عدم وجود الدليل، وإذا لم يوجد الدليل فلا يؤاخذ المكلف. ومن ثم فإن العالم المجتهد إذا أفتى في مسألة بحكم وهو حكم الجواز ثم ظهر له الدليل على التحريم فإنه لا يؤاخذ بهذا، لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم وجود الدليل في هذه المسألة. وكذلك لو أن المكلف عمل شيئا على أنه مباح ثم سمع بعد ذلك بأنه محرم أو أنه واجب فلا يؤاخذ بما سبق.